لما جالي الدور انا ما ترددتش لحظه، لانه اولا هو الاختيار، ثانيا دي ثقه كبيره جدا من دكتور بيتر، لانها شخصية بتقول كلام مهم، يعني شخصية مهمة وثقة كبيرة جدا منه. فأنا شفتها تحدي كبير، وأنا دايما بقول أنا مش بمثل عشان أجيب عريس، أنا مش موديل، يعني أنا ست ممثلة، أنا عايزة أبقى شبه الناس. أنا أحلى حاجة سمعتها إن الناس مش شك إن أنا بمثل، ما عندهاش شك إن دي ممثلة، فده قمة السعادة بالنسبة لي.